حسناً، أحضر هاتفك لضبط المؤقت، هكذا لن تضطر إلى إجهاد ذهنك وحساب عدد المرات بنفسك. لا تقلق، لا شيء سيلهيك عن مشاهدة التلفاز. لنبدأ بإحماء عضلاتك. للقيام بتمرين الوصول الجانبي، قف أمام تلفازك بوضع قدميك بعرض الكتفين. اثني ركبتك اليمنى قليلاً وابدأ في الانحناء بجسمك إلى الجانب الأيمن. ارفع ذراعك اليسرى بشكل مائل للوصول إلى السقف. يجب أن يكون جسمك في شكل خط مستقيم. ابقى هكذا لمدة 10 ثوان، ومن ثم بدل إلى الجانب الآخر. استمر لدقيقة واحدة في التبديل من جانب إلى آخر. لننتقل إلى الجزء الأساسي. سينشط تمرين الالتفاف المائل عضلاتك المركزية والعضلات الجانبية للبطن. إنه مفيد لحرق السعرات الحرارية وضمان سلامة العمود الفقري. ابدأ بوضعية البداية، وضع قدميك بعرض الكتفين واثني ركبتيك قليلاً. افرد ذراعيك على الجانبين وكفيك مواجهين إلى الأسفل. حرك جذعك إلى أسفل اليمين. يجب أن تظل ذراعاك وقدماك ثابتة أثناء ذلك. التف للعودة إلى وضعية البداية وغير الجانب. مجدداً انحني عند مستوى الخصر وثبت ساقيك على الأرض. استمر في فعل ذلك لمدة دقيقة واحدة. تمرين آخر لتنشيط الجزء العلوي من جسمك هو تمرين الضغط على الأريكة، فهو يمرن أسفل الصدر والكتفين والعضلات ثلاثية الرأس ترايسبس. إن كنت مبتدئا في عالم الرياضة، ابدأ بمساند الذراع. قف أمام الأريكة وضع يديك على مسند الذراع على مسافة شبيهة بعرض الكتفين. اتخذ وضعية اللوح. يجب أن يظل جسمك في شكل خط مستقيم. ابدأ في ثني مرفقيك والنزول بصدرك. عندما تصل إلى الأريكة، ارجع إلى وضعية البداية. الصعود هو الجزء الأهم في هذا التمرين، لذلك قم به ببطء وثبات. استمر في فعل ذلك لمدة دقيقة. يمكنك جعل التمرين أكثر إثارة بدفع نفسك بعيداً عن الأريكة، ومن ثم العودة إلى الأرضية. تمرين دوائر الذراعين هو الوسيلة المثلى للتخلص من ترهل الذراعين أثناء مشاهدة مسلسلك التلفزيوني المفضل. قف بقدمين متباعدتين بعرض الكتفين. ارفع ذراعيك إلى حد مستوى الكتفين ومدهما على الجانبين. ابدأ في القيام بدوائر أمامك مع الحفاظ على استقامة ذراعيك في هذه الأثناء لمدة نصف دقيقة، ومن ثم إلى الخلف لمدة نصف دقيقة أخرى. لا تحاول القيام بدوائر كبيرة. قم بالتمرين بثبات وحافظ على استقامة ذراعيك. يمكنك حمل قنينتين من المياه أثناء التمرين لتعزيز عملية حرق الدهون. لنمر إلى الجزء السفلي من جسمك. تمرين قرفصاء الكرسي هو الأشد لشد عضلاتك الألوية. قف مستقيماً بجانب الكرسي مع توجيه ظهرك نحوه. أبقي قدميك بعرض الكتفين وأصابع قدميك مواجهة للأمام. شد عضلاتك المركزية وحافظ على استقامة ظهرك. اثني ذراعيك أمامك. ابدأ في أداء القرفصاء ببطء. اثني ركبتيك وأرجع وركيك إلى الخلف. اعصر الآن عضلاتك الألوية. يجب أن تظل ضلوعك متوسعة ورأسك مرفوعا إلى فوق. حينما تصل إلى الكرسي، عد إلى وضعية البداية. استمر في فعل ذلك لمدة دقيقة. لا تبعد عنك ذلك الكرسي، ستحتاج إليه ثانية لعمل تمرين رفع الركبتين مع الجلوس. يمكنك أيضا القيام بهذه الحركات على الأريكة. اجلس على حواف كرسيك أو أريكتك. قاطع ذراعيك فوق صدرك. ارفع ركبتك اليمنى قدر الإمكان وأبقها ثابتة عند الوصول لأقصى نقطة. لا تدر جذعك أو تمله أو تحركه أو تثنيه، إذ لا يجب استعمال سوى ركبتيك وساقيك وقدميك في هذا التمرين. عليك القيام بهذه الحركات ببطء لتشعر بها جيدا. ابقى هكذا لمدة 15 ثانية، ومن ثم أنزل ساقك اليمنى وبدل ركبتك. سينشط هذا التمرين عضلاتك المركزية وعضلات الظهر ويمنحك التوازن اللازم. لشد عضلات البطن، أضف تمرين رفع الساق إلى روتينك التدريبي، فهذه الحركات تنشط عضلات البطن السفلية. استلقي على الأريكة ومدد ساقيك. ضع كفي اليد تحت العضلات الألوية. استمر في ضم ساقيك معا بينما ترفعهما. يمكنك ثني ركبتيك قليلا. عندما تصل إلى زاوية 90 درجة مع الأرضية، عد ببطء مجددا إلى الأريكة. افعل ذلك لمدة 30 ثانية، ومن ثم خذ استراحة قصيرة قبل إكمال 30 ثانية أخرى. يمكنك أداء حركات الاندفاع أثناء الاستراحة الإعلانية.
إنها مفيدة للغاية لشد وتقوية عضلات الفخذين والسمانة والعضلات الألوية وحتى عضلات البطن. اخطو خطوة إلى الأمام بقدمك اليمنى وحرك وركيك إلى الأسفل. يجب أن تظل ركبتاك بزاوية 90 درجة تقريبا. اضغط كعبك الأيمن على الأرضية ومن ثم ادفعه مجددا للعودة إلى وضعية البداية. والآن استعمل الساق الأخرى. أبق جذعك مستقيما ولا تنحني ناحية الساق التي تستعملها. يجب أن يظل كتفاك ثابتان في مكانهما. إن شعرت بألم طفيف في مفاصلك، تأكد أن ركبتيك على استقامة واحدة مع أصابع قدميك. ستفي دقيقة واحدة بالغرض. عند تأدية حركات الاندفاع ستتسارع دقات قلبك، الأمر الذي يعني أنك تحرق المزيد من السعرات الحرارية والدهون. إن كنت تريد تحديا إضافيا، حاول القيام بحركات الاندفاع باستعمال الأوزان. أوها! تمرين قفزات جاك قديم وفعال بقدر حركات الاندفاع. إنه شكل مكثف ومتكامل من أشكال تمارين الكارديو الممتازة لحرق الدهون، كما أنه يعزز عملية الأيض ويحافظ على صحة قلبك. قف وضم قدميك معا، اثني ركبتيك قليلا وضع يديك على وركيك. حرك ذراعيك وقدميك إلى الجانبين، قاطع ذراعيك فوق رأسك ومن ثم أنزلهما وارجعهما إلى مكانهما. يجب أن تظل ساقاك تتحركان على الجانبين. قم بحركات قوية وسريعة. كلما عملت بجد أكثر، حرقت عددا أكبر من السعرات الحرارية في هذا التمرين. يجب ألا تقل مدة التمرين عن دقيقة واحدة، لكن حاول القيام به لأطول وقت ممكن. أنهي تدريبك بتمديد بسيط وجيد لعضلات الفخذ. قف على قدمك اليمنى، ارفع قدمك اليسرى واسحبها بيدك اليسرى تجاه ظهرك. حافظ على اتساع صدرك وحرك وركيك إلى الأمام. إن فعلت ذلك بالشكل الصحيح، ستشعر بتمدد في عضلات الفخذ، رباعية الرؤوس وفي وركيك. ابقى في هذه الوضعية لمدة 30 ثانية، ومن ثم استعمل الساق الأخرى وكرر الخطوات مجددا. يمكنك البدء بكرسي للانحناء عليه، ومن ثم افعل ذلك دون كرسي حينما تطور توازن جسمك. ضاعف تأثيرات التدريب الإيجابية بطرق لا تتطلب جهدا لحرق المزيد من السعرات الحرارية. إن مضغت علكة خالية من السكر لمدة ساعة، يمكنك حرق 10 سعرات حرارية من عملية المضغ فقط. زيادة على ذلك ستشعرك بالشبع، لذلك قد لا تفكر في تناول تسالي غير صحية أو إضافة حصة ثانية لوجبتك المفضلة. عندما تكون في مقر عملك لا تتوقف عن التململ. بينما تنقر بقلمك على المكتب وتحرك أصابعك وتتململ بساقيك تحت الطاولة، ستظل في حركة دائمة. هذا شكل من أشكال الكارديو أيضا. حينما تود التحدث على الهاتف، انهض من مكانك وتحرك في الأرجاء. ستمدد ساقيك بتمارين أيروبيك إضافية. إن تحدثت مع تحريك ذراعيك، حسنا، هذا شكل آخر من التدريب أيضا. يمكنك حرق العديد من السعرات الحرارية بمجرد القيام بالأعمال المنزلية. جلي الصحون المتراكمة من الأمس يستحق 100 سعرة حرارية، و35 دقيقة من فرك أسطح الحمام تعادل 35 دقيقة على آلة الركض. 30 دقيقة من تنظيف النوافذ أو تحريك الأثاث في الأرجاء يعني حرق 100 سعرة حرارية. حينما تستعمل المكنسة الكهربائية لنصف ساعة، ستحرق 50 سعرة حرارية من مجموعك اليومي. اللهو بألعاب الفيديو أو حتى ألعاب الطاولة يمكن أن يساعدك أيضا في الحفاظ على لياقتك البدنية. حتى لعبة تتم بالجلوس يمكنها مساعدتك على حرق ما يعادل نصف لوح شوكولاتة في نصف ساعة. إن كنت تفضل الألعاب الحيوية التي تشمل التحرك كثيرا في أرجاء الغرفة أو القفز من شدة الحماس، فمثل هذه الجلسة جيدة بقدر الجري لمسافة قصيرة تقريبا. العزف على الآلات الموسيقية مثل الجيتار يعد تمرينا جسديا مكثفا أيضا. يمكنك الوقوف للتخلص من المزيد من السعرات الحرارية خلالها. غناء حوالي 10 أغنيات بالكاريوكي يمكنه مساعدتك على حرق 100 سعرة حرارية أخرى. كلما كنت أكثر عاطفية وحماسا مع تحريك رأسك، صارت النتيجة أفضل. للنوم السليم فوائد صحية جمة فيما يتعلق بلياقتك البدنية. حينما تحرم نفسك منه، تتباطأ عمليات الأيض وتزداد شهيتك لتناول المزيد من الطعام. إن استثمرت مالك في فرشة جيدة، ضع جميع أجهزتك الإلكترونية بعيدا عن السرير واستمتع بروتين نوم صحي. سيؤتي ذلك ثماره عاجلا أم آجلا.